وثق مواطن من محافظة ذي قار تصريف مياه المجاري والصرف الصحي إلى نهر الغراف مباشرة في قضاء الشطرة، مما تسبب بإصابة الأهالي بأمراض كثيرة وارتفاع نسب مرض السرطان في المحافظة. فنشاهد. هاي السلام عليكم. شوف أخواننا، هاي المجاري على نهر الغراف في الشطرة، هذا الشطر الرئيسي. هاي المجاري ويقول لك ليش يصير أمراض سرطانية. شوف هاي رسالة للإعلام. البيئة طبعا حاجيته مدير البيئة يقول ماكو هيج حكي، وهاي المجاري شوفوها وين وكثرة الأمراض السرطانية، وهذا الحال. هذا الحال. هاي رسالة للإعلام، رسالة كل شريف انه يشارك يخلي يصير لنا حل. معودي العالم ماتت والله، حتى هذا الناس اكو تشرب قبل من عنده، والله العظيم ماكو تصفية، ماكو كلور. هاي رسالة للمجالس المحافظة، للمحافظ، للبلدية، للقيمقام. عم شوفوا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعايته. انتم مسؤولين اليوم، الله سبحانه وتعالى حاسبكم على السكوت هذا، على الظلم هذا، على الخيسه هاي. سرطان ترست 4000 حاله سرطان بس بالناصريه غير المعلن عنها.